أهلا بالجميع على قناتكم قناة أحدث صيحات الموضة العالمية والأفكار والنصائح المفيدة والجيدة في الموضة أربي فاشن موديل. مع تقديم لكم نماذج وموديلات فساتين الصيف وغيرها الكثير للمقاسات الكثيرة وأيضا أفكار ونصائح جيدة في الموضة للمساعدة والحصول على إطلالة مناسبة وأنيقة لك. أفكار ونصائح إضافة الحزام إلى الفستان التونيك. نعلم جيدا أن الهدف من الفستان التونيك هو أن يكون واسعا وفضفاض، ولكن بما أننا نحاول دوما الابتكار فيه مع ستايل ملابسك والتغير في مظهرها، فلا مانع في إضافة بعض اللمسات على الفستان التونيك كالحزام مثلا. اختار حزام جلدي أو حزام قماش بنفس لون الفستان التونيك وضعي عليه بحيث يحدد خصرك ويمنحك مظهرا مختلفا. وأخبرناك أيضا أن الفستان التونيك قطعة بسيطة للغاية، لذا فهو يحتاج إلى إكسسوارات أخرى لتبرزه.